السلام عليكم متتبعين قناة سهام في هولندا. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم كيف كتشوفوا في هذا الطبق هذا الشهي واللذيذ، غادي نشارك معكم واحد الكفيته ديال الدجاج، واحد الكراتان ديال البطاطا. يلا راكم معايا في المقادير والطريقه. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا معكم مقادير. كيف كتشوفوا مقادير اللي هما بساط. بالنسبة لهاد الدجاج هذا غادي نحتاجو صداب ديال الدجاج بحال هكا. الكمية كتبقى على حساب الأفراد الأسرة ولا على حساب الناس اللي غادي ياكلوا. هنا أنا عندي صداب ديال الدجاج كيف كتشوفوا هاد القياس هذا. هنايا غادي نحتاج ليه شوية ديال الربيع، قزبر ومعدنوس. غادي نحتاج ليه هنايا صفر بيضة، معلقة ديال لاشابلوغ، نص بصله. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج واحد شويه ديال التحميره بابريكا، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال سكنجبير، وشويه ديال الخرقوم. هذه هي العطريه اللي غادي نحتاج. واحد شويه ديال الكوري اختياري، يعني راه متوفر دابا في اي بلاصه ولكن اختياري. انا غادي ندير واحد شويه حيت صراحه كيعطي واحد الطعمه زوينه في الطياب. هنا ضروري من شويه ديال الهريسه الحار الصنبل. هنا واحد شويه ديال الثومه غبره، وجوج ريوس ديال الثومه طريه، وشويه ديال زيت العود. هاد هما المقادير اللي غادي نحتاج. دابا غادي نجيب الطحانه وغادي نبدا معكم. هنا خديت الطحانه، اول حاجه غادي ندير فيها هي هاد البصله. هذه غادي نزيد عليها هاد الصداب ديال الدجاج، غادي نخلط كلشي في الطحانه وغادي نطحن مره واحده. غادي ندير الربيع، غادي ندير صفر بيضه، غادي ندير لاشابلوغ باش هو اللي كيجمع لينا هاد الصدب ديال الدجاج. غادي ندير شويه ديال الثومه غبره، لكم غادي ندير واحد شويه ديال الثومه غبره بحال هكا، غير واحد 6 معلقه صغيره ديال الثومه غبره حيت غادي نستعملو الثومه طريه. شويه ديال زيت العود بحال هكا، شويه ديال الحار هريسه، صراحه كتعطي فيها واحد الطعمه زوينه بزاف. حساب معلقه صغيره ديال الهريسه، ندير واحد شويه ديال الكوري، بحال هكا. ندير واحد شويه ديال الخرقوم، خرقوم طري، شويه ديال سكنجبير، مليحه، شويه ديال التحميره، وراس ديال الثومه، هنا خديت جوج ريوسه ديال الثومه صغار، غادي نرميهم الثومه بحال هكا، وغادي ناخذ الطحانه ديالتي، وغادي نطحن هادشي كله. بعد ما طحن لي الخليط بحال هكا كيف كتشوفوا تجانسوا العناصر. علاش حنا دمنا العطريه ودمنا الثومه ودمنا كلشي؟ باش ما حد الدجاج كيتطحن والعطريه كتدخل فيه وديك البصله اللي دمناها والثومه وكلشي. كيف كتشوفوا هما العناصر تجانسوا عندي كلهم. دابا غادي نحيدو من الطحانه، عندهم كيجي بحال هكا كيجي كيتلصق. غادي نحيدو دابا من الطحانه وندير شي حاجه اللي نقدر نخدم بها دغيا. هنا من بعد ما طحنتو حيدتو من الطحانه، ها هو درتو هنايا في هاد البول هذا بحال هكا. خديت واحد الطبسيله درت فيها واحد شويه ديال زيت الروميه، وخديت واحد البلاطو هنايا غادي ندير فيه واحد شويه من هاد الزيت. هذه هنا ندير بحال هكا،
وهاد الزيت هادي دابا غادي نبدا ندهن بها يديا بحال هكا، وغادي نبدا ناخذ كره من هاد الخليط هذا ديال الدجاج وندير لها بحال هكا باش الدجاج ما يبقاش يتلصق ليا في يديا. ندير بحال هكا ونبسطها شويه هكا كيجيو بحال هكا. غادي نحطهم في هاد اللاطه هادي اللي حطيت هنايا، هاد البلاطو هذا اللي حطيت هنايا، غنبقى مستمره بحال هكا حتى نكملهم كلهم، باش من بعد لاش درتهم في هاد البلاطو هذا غادي نغطيه بالالومنيوم بالسلوفان البلاستيك الغذائي، وغادي ندخلهم للثلاجة تيبردوا ليا واحد شويه، عاد من بعد نوجد فيهم تيشدوا ليا غير فراسهم، ماشي زعما يبردوا غير تيشدوا ليا فراسهم، بين ما نوجد البطاطا اللي غادي نرفقها بهم. صراحه كيجي الطبق هذا زوين في فصل الصيف بحال دابا حنايا راه عندنا الحراره بزاف، يعني كتبغيو غير شي حاجه اللي هي خفيفه وما عادش نقدروا نخرجوا للجرده ونديروا المجمر، عرفتوا السخونيه اللي كاينه، يعني ماشي ديال انك تخرج للجرده ودير فيها الباربيكيو، يعني داكشي علاش درت هاد الدجاج هذا بحال هكا. كيجي زوين وكيجي حلو صراحه، كيجي مذاقو زوين بزاف، غير غادي تجربوه ما عمركم باقي غادي تستغناو عليه، تقدروا انكم تقليوه، يعني كاع ما ديروهش في هاد العيبه هادي اللي غادي ندير فيها انايا، هاد اللي ديال البانيني اللي غادي نطيبو فيها انا صراحه مولفه كنطيبو في هادي ديال البانيني. تقدروا نتوما الا بغيتو تقليوه راه تقليوه اولا تدخلوه للفران، غير هو خصكم ديروا ليه ديروه في البيض ومن بعد ديروه في لاشابلوغ في الدقيق، عاد من بعد في البيض عاد في لاشابلوغ باش ما يتفرتتش لكم وهو تيتقلى. صافي غنبقى مستمره بحال هكذا تنكمل كاع الكريات اللي عندي ونرجع معكم فاش نبغي نطيبهم وتشوفوا الشكل ديالهم كي كيجي. هنا بالنسبه لذاك الدجاج غادي نرافق معاه البطاطا، غادي نقي هذه البطاطا هذه كلها وغادي نقطعها رقيقه، هانتوما معايا باش من بعد تشوفوا شنو غادي نديرها، شنو غادي ندير ليها، غادي نديرها في الفران. من بعد ما نقيت البطاطا وغسلتها كتجي بحال هكا، غادي نشدها دابا غادي نقطعها تكون رقيقه بحال هكا، نحاولوا نرققوها باش دغيا طيب لينا في الفران. شوفوا البنات بحال هكا تجي البطاطا رقيوقه يكون هذا السمك ديالها، شوفوا بحال هكا. دابا غادي نكمل هاد البطاطا هادي كلها بهذا الشكل هذا ونرجع لكم نوريكم شنو غادي ندير لها. هانتوما بحال هكا رقيقه بعد ما قرت البطاطا بحال هكا رقيقه كيف كتشوفوا الحجم ديالها، يعني كتجي رقيقه بزاف ضروري باش ان البطاطا دغيا كطيب لينا. ها نتوما هي البطاطا رقيقه، شوفوا ليا السمك ديالها قداش هو رقيقه. دابا هنايا غادي ناخذ واحد المول، اي مول عندكم كما بغا يكون، انا اختاريت هذا باش نديرها في هذا المول هذا هنا. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزبده وغادي ندهنوا بالزبده باش ما تلصقش ليا البطاطا في التحت ديالها ديال المول. كما وجدت المول ديالي دهنتو بشويه ديال الزبده، ما عاديش يلصق ولكن غير المهم تفاديا باش انها تلصق لينا يكون عندنا المول ديجا مدهون بالزبده. غادي ناخذ هاد البطاطا هذه غادي نخويها كلها هاد المول هذا هنا بطريقه عشوائيه، بحال هكا البنات. دابا هذا غادي نكحلو على الطرف هكذا، غادي ناخذ هاد البول نيت اللي كنت استعملت نيت كنت دايره فيه البطاطا ماشي مشكل، غادي ناخذ جوج ديال البيضات بسم الله الاولى ثانية، جوج ديال البيضات مع جوج ديال الفرماجات
مع جوج ديال الفرماجات. غادي ناخذ هاد لاكريم، هادي لاكريم فريش ديال الطبخ. ممكن تعوضوا هاد الحليب البنات الا ما عندكمش متوفره، انا عندي وانا نستعملها. ثم الا ما متوفراش عندكم تقدروا تستعملوا غير كاس ديال الحليب، يعني ماشي ضروري تستعملوا لاكريم فريش. انا هنا استعملت 250 ملل على تقريبا واحد نص كيلو ديال البطاطا. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال زيت العود، وغادي ندير واحد شويه ديال الملحه. ما نساوش راه الفرماج راه فيه ديجا الملحه. وغادي نطحن هاد العناصر هادو مزيان ونرجع معكم. بعد ما طحنا الخليط بحال هكا مزيان، غادي ناخذ هاد الحليب اللي عندي فيه البطاطا وغادي نخوي عليه هاد الخليط هذا اللي درت هنايا في التساوي باش يجينا متساوي في البطاطا. وانا ديجا شعلت الفران، غادي ندخلو الفران شويه سخون ونخليها طيب على المهل العافيه من التحت ومن الفوق تتوجد عندي. من بعد فاش تقرب طيب صافي، يعني تشد فراسها طابت مزيان، غادي ندير من الفوق ديالها شويه ديال الفرماج الاحمر، فرماج محكوك غادي نديرو من الفوق ديالها ونخليها تاخذ ليا واحد شويه ديال الحموريه من الفوق على ما نتلاقاو مع الشكل النهائي. ها هي دابا عندي هنايا وجدات، غادي ندخلها للفران. غادي نوجد دابا السلطه اللي غادي نرافقها بهذا الطبق ديال الدجاج وديال البطاطا اللي رديت في الفران. غادي نحتاج الخس، خيار، مطيشه، بصله، هادو هما الحاجات اللي غادي نحتاج في هذه السلطه هذه اللي غادي نصاوبها ونرجع معكم. شي حاجه اللي هي سهله ومعروفه. هنا خديت لاباري اللي كنديروا فيها البانيني، درتها في الطو. هذا هو الدجاج اللي صاوبت معكم، انا خرجته دابا من الثلاجه. خرجته صراحه من قبيله، يعني حتى تطلق ليا واحد شويه، ها نتوما خليته قولوا ديك 10 دقائق هكاك اللي خليته في الثلاجه. دابا غادي ناخذو غنبقى نحط هاد الحوايج بحال هكا. يا نزل هاد الحشاشي حاجه مهمه، الا كنتو خايفين ان غادي تطلق لكم ديروها. انا ماشي اول مره كنديرو فيها، يعني راه غنوصي راه غنديروها مرة البنات هاد الطريقه هادي كيجي الدجاج كانه مشوي على الفاخر، واخا الفاخر يعني مقارنة بالعضو ماشي بحال بحال، ولكن الصراحة دارتها من عندي كيجي بها الدجاج زوين بزاف. يعني أول ما خليت درت الدجاج طايل كديرو بحال هكا كتجي فيه العطرية زوينة، كيجي زوين والله. تياخد الوقت بزاف تطيب، تقدرو تزيدو عاوتاني على تمثال وديرو في الثلاجة، يعني تقدرو تقدوه من الليل وديرو في الثلاجة حتى الغد فيه وطيبوه، كيبقى مزيان وكيدخل العطرية تدخل فيه كيتشرب العطرية مزيان، صراحة كيجي زوين بزاف. جربوه وغادي يعجبكم. حنا مرة مرة كنضغطو على هادي بحال هكا، ها نتوما هي انا شخصيا ما كناكلش الصدر ديال الدجاج، ولكن بهذه الطريقه هذه كيعجبني. البطاطا ديالنا من بعد ما وجدت كتجي بحال هكا. غادي ناخذ الفرماج وغادي نديرو من الفوق ديالها، غادي نحط الفرماج غادي نشرب الفرماج. غادي
غادي نرشها هكا كلها بالفرماج بحال هكا ونعاود نردها للفران وانا ما تحمر. ما عمرتها بحال هكا كامله بالفرماج غادي ندخلها دابا للفران باش تحمر لي من الفوق ونخلصها. نتوما تشوفوا لي كي محمره تبارك الله. الدجاج ديالنا ها هو بجد كيف كتشوف كيجي محمر، محمر مزيان. غادي نزول دابا هادو الكيمه هادي وغنكملهم حتى نكمل كاع الكيمه اللي عندي ونوريهم لكم بصح مسكرين. البنات اللي غادي يسولوني على هاد السلطه الصراحه كتجي ساهله وصحيه وبزربه. انا كناخذ مطيشه كنقسمها بهذا الشكل هذا بحال هكا كنخليها بالزبيعه ديالها، كنقرد البصله حتى هي شرائح بحال هكا رقاق، الخيار حتى هو نفس الشيء بحال هكا كنحيد النص تنحيد ليه القشره والنص ما تنحيدش ليه، الخبز كذلك كنردو طريفات صغار. صافي دابا حيت غادي نقدمها وغادي نخلطها كتقطعوا هاد الشيء وتديروه في الثلاجه من بعد فاش كتبغيو تحطوها عاد كديروا ليها شويه ديال الكمون شويه ديال الملح وشويه ديال زيت العود. تقدروا تزيدوا حتى البزار، حنا ما تناكلوش البزار داكشي علاش ما كنديروش في الطياب ديالي الا لاحظتوا. دابا درت شويه ديال الكمون وشويه ديال الملح وشويه ديال زيت العود وقطعات ديال الخل وصافي. دابا غادي نخلطها كلها مزيان وغادي نحطها ونتلاقاو مع صحن التقديم ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الاطباق اللي حضرت معكم. هذا هو الدجاج اللي صاوبت معكم كيجي بحال هكا، كيجي محمر صراحه كيجي بنين بزاف وكتجي ديك العطريه فيه زوينه بزاف. غادي تجربوه وغادي يعجبكم. الناس اللي ما عندهمش هذه الاله ديال البانيني تقدروا ديروه غير في المقله مع شويه ديال الزبده اولا تدخلوه للفران، ولكن ضروري ديروا ليه ديروه في الدقيق في الاول فاش كتكونوا كورتوه ديروه في الدقيق، من بعد كديروه في البيض مع شويه ديال الحليب ومن بعد في لاشابلو تقدروا تقليوه اولا ديروه في الفران. هذا بالنسبه بالجيش. وهذا هو الكراتان ديال البطاطا اللي صاوبت معكم. شوف لي الشكل ديالو كيجي محمر من بعد ما درت من فوق الفرماج كيجي زوين بزاف. ها هو من الداخل كي كيجي، من بعد غنقطعو معكم وغادي تشوفوا الشكل ديالو كي كيجي. وهذه هي السلطه اللي رافقتها بهم كتجي بحال هكا. هادو هما الاطباق اللي صاوبت اليوم، احنا دابا حاطين غادي ناكلو وانا غادي نديرهم في صحن ديالي وغادي نشاركهم معكم كي كيجيو. هذا هو الكراتان من الداخل، شوف لي كي كيجي. كتجي البطاطا طبقات صراحه تيجي لذيذ بزاف. ها هو حطيتو انا في صحن التقديم ديالي وانا في الطبسيل ديالي كيجي بحال هكا. شوفوا لي كيجي كيلمع والبطاطا طايبه. هذا هو الطبسيل ديالي. ايوا بصحتكم، هذا هو الطبق ديال الصيف المعتمد عندي صراحه كيجي زوين بزاف. والكفته ديال الدجاج انا غنقسمها معكم باش تشوفوا لي الشكل ديالها من الداخل كي كتجي. هانتوما هي الشكل ديالها من الداخل، هانتوما كتجي طايبه وزوينه ولذيذه لا شكلا ولا مذاقا كيف ما عودتكم. طبق راقي وجميل للصيف في مائده الصيف كيجي بحال هكا، كيجي زوين بزاف غادي تجربوه وغادي يعجبكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الطبق اللي وجدنا مجموعين ديال الكفته وديال الكراتان. اللي كيدير هاد الطريقه هادي الكفته ديال الدجاج يقولها ليا في لي كومونتير. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وترطوا عليا الخبر. يلا تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.